إذن يبدأ اللقاء ما بين عملية التوقف المباريات عادت بالإفادة على البعض وعلى الضرر. هي كرة هي خطيرة وما زالت، ولكن التدخل من الحارس سيف أبو وسيم في لقطة يذوق طعم الانتصار اسلام جلال، ولكن هنا كرة تلعب عند الغرابلة الذي يبحث عن عرضية يفصل كرة، يا كرة التي كانت بين يزن غرابلة، وهذا هو فراس صالح. هذا اللاعب في هذا اللقاء يعني حسب المعالج الطبي لنادي الإمعان، وكرة أحمد يسدد أحمد إمعان والنوايا عند السوري موس عامر جاموس جزراوية، كرة تلعب داخل منطقة محاولة رأسية وما زالت للجزيرة، ودفاعات معان تتدخل جلب العديد من الأسماء التي تساعد الفريق من أجل عدم يعني الخوض مثل غمار هذه المشاكل. الكرة التي كانت خطيرة خطيرة، الكرة الماضية لمصلحة، هل يأتي هدف قبل العودة إلى غرف الملابس؟ لمن سيأتي؟ كرة جزروية رأسية ومحاولة، ولكن وصلت إلى ركلة مرمى زمع. كرة باتجاه أحمد ياسين عواوتا، هي كرة عرضية ولكن هي تسديدة عرضية التي كانت من أحمد منجد. الحكاية السادسة ما بين الفريقين، وكرة لمعان خطيرة لمعان عند المشى، ولكن تسرع محمد تسرع حس عامر يعود بالكرة عند زكي أبو ليلى. زكي أبو ليلى زكي يسلمها لعمر قنديل، عمر في الوسط جزروية باتجاه محمد طنوس يحضرها، هنا وصلت لنور على جهة اليسرى، نور موافي يسلمها لأحمد أبو شعيرة، أبو شعيرة تعود لعامر جاموس يرسل كرة، عامر جاموس الله على كرة كانت من عامر جاموس، الكرة التي كانت من عامر أرسلها باتجاه أحسين عبيدات وتدركها سيف أبو هاسيم. كرة ثانية خطيرة للجزيرة، لقطة صعبة كانت على سيف أبو هاسيم وعلى نادي معان، ومرت إلى ركنية. ما زالت المبادرات الهجومية للجزيرة حاضرة في هذه اللحظات. كرة محمد طنوس يرسل كرة طنوس وأبو هاسيم، ما زالت الكرة والمتابعة حاضرة ودربكة وخربطة داخل منطقة نادي معان. ضغط جزراوي استلام، هناك كرة محمود موافي، محمود عرضية محمود رأسية قادمة مسالة وتسديدة، الله كرة كانت كرة معانية عند محمد المشى. المشى يستعد لتنفيذ هذا الخطأ لنادي معان. يلعب نادي معان على أرض ملعب الزقورة، الله الرد والأهداف، وأول الأهداف يأتي من خالد الرديدة الذي لم يتردد بتسجيل الهدف في مرمى نادي الجزيرة. هدف من من؟ من خالد الرديدة. شوف الكرة، الله 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 يا خالد الذي يسجل أول أهداف اللقاء، أول أهداف اللقاء والأول لمعان من الرديدة الغدار الفنان، يسجل راسي محلية عربية عالمية. خلونا نشوف الجزيرة كيف سيرد على كرة، ولكن أبو هزيم سيف أبو هزيم صح نادي معان من قبل، إلا أن الفريق نهض مع إسلام جلال بكرة قادمة محاولة، الله على نادي معان. عامر يستعد عامر لتنفيذ هذه الكرة، كرة جزروية وأبو هاسيم طار وأخرج الكرة إلى رمية، لكانت كرة القدم عاصمتها.
من لا يعشق كرة القدم بكل ظروفها بكل نعم هناك فروق. محمد المشا يرسل الكرة داخل المنطقة، ما زالت الكرة باتجاه علي الملامة بأول اللمسات. يتقدم مهدي يسلم كرة انطلاقة للجزيرة خطيرة جزروية ومحاولة باكر كالبونا. أول لمسات مهدي علامة وركنية للجزيرة. ربع ساعة متبقية، ربع ساعة من نار ما بين الفريقين. المباراة على صفيح ساخن ما بين معانا والجزيرة الأحمر والثياب. كرة عامر جاموس، عامر يرسل كرة داخل منطقة محاولة ولكن دفاعات جزيرة. كرة داخل منطقة الله، ولكن تحولت إلى ركنية. أصلحت الجزيرة بنفس اللاعب عامر جاموس ورأسية، ولكن تدخل من أبو طعيم الآن. سليمان أبو سمع، كرة عند أحمد، انطلاق الآن لمعان، هي لمعان، هي لأحمد، تسديدة أحمد، الله يا ساتر على خطر ريبة. هي كرة خطيرة، محاولة، هي لمعان، أوهو. لا لا لا، على كرة ضاعت منك يا حربي. كرة يعود من جديد، كرة المصري عادت للجزيرة. الجزيرة خضر الحاج يسلم لمهدي علامة، يحضرها لقنديل. كرة جزروية، ارتقاء وراسية، ولكن لا حلول، لا حلول ولا مرور.